ومرت أيام وشهور على هذه الحال، حتى ضاق الكفار ذرعا بناقة صالح. هات الشراب أيها الساقي. والآن ماذا سنفعل بناقة صالح هذه؟ هل ستبقى بيننا؟ أنا لم أعد أطيقها. في الشتاء تتجه إلى المكان الدافئ، وتبقى ماشيتنا ترتجف من البرد. وفي الصيف تختار لنفسها أكثر الأماكن برودة، فتهرب ماشيتنا إلى الحر حتى كادت تموت. وصالح لا يكف عن دعوته وعن تحذيرنا بعدم المساس بها. أنا لا أصدقه. ولا أنا أيضا. لم تقولوا بعد ماذا سنفعل بها؟ ماذا ذرأت؟ لا 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 لا. قد اخترناكم 9 من أشد رجالنا وأكثرهم قسوة. ذهبوا إلى الناقة ولا تعودوا إلا بعد أن تنحروها وتتخلصوا منها. ولا تنسوا صغيرها الذي ولدته حديثا، انحروه معها. غدا في عمق الليل سننفذ خطتنا. قتلت الأيدي الآثمة الناقة المباركة، ولم يبق سوى أن يحل عذاب الله. لقد قتلت ناقة صالح. كينة أنت أيتها الناقة. قتلها الكفار. النبي صالح غاضب منكم، لقد حذركم من أن تمسوا ناقة الله بأذى. صالح يقول لكم انتظروا عذاب الله جزاء بما فعلتم بعد أيام 3. أجل أجل، قتلناها وليأتي صالح بهذا العذاب. ها قد غادرنا صالح مع من آمن به من جماعته. حسنا فعل،
فقد استرحنا منه. أجل أجل، فولم يتوقف يوما عن الدعوة لعبادة إله. يقول إن غضب ربه وعذابه سيحلان بنا بعد 3 أيام. لننتظر إذن ونرى كيف سيكون ذلك. انقضت الأيام الثلاثة، وما إن انبلج فجر اليوم الرابع حتى اهتزت الأرض بغضب الله. أرسل إلينا نبيه صالحا ليهدينا إلى عبادته وينجينا من عذاب أليم. محمد ختامه أتته